بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينات. ناخد مع بعض النهارده اخر محاضره في البلد، وهي الهيموبايسيس. الهيموبايسيس لو ما بنعرفه بنبقى عرفنا جزء كبير جدا من الهيماتولوجي. بقول لك لو انت دخلت في بحث مع حد والبحث ده كان في البيزك ساينسز، وبعدين حبيت تعمل ايزوليشن اند لونج تيرم كالتشر اوف هيموبايتيك ستيم سيل، انت عايز تجيب الهيموبايتيك ستيمسل دي وتشتغل عليه، يعني عايز تجيب الخليه اللي بتصنع البلاد وتعمل عليها بحث. الخليه دي ما انتش عارف تجيبها من البون مارو، او عايز تجيبها من الفيتس. الانيمال المتاح ليك هو الفيتس. طب تجيبها منين؟ من البرين ولا من الجونادز ولا من الليفر ولا من اللنج ولا من البنكرياس؟ طبعا لما هناخد المحاضره هنعرف احنا لما نحب نشتغل على الهيموبايتيك ستيم سيل في الفيتس هنشتغل منين. في الاول في بدايه حياه الفيتس بيبقى الهيموبايتيك ستيم سيل موجوده في اليوكسيك. موجوده فين؟ اليوكسيك. المرحله دي بنسميها الميزوبلاستيك فيز. يبقى اول ما البيبي بيتكون كده ويتكون اليوكسيك يبدا الاندفرنشييتد ميزينكايمال سيل اللي مسؤوله عن تصنيع البون ونسميها في الوقت ده هيموبايتيك ستيم سيل. موجوده فين؟ موجوده في اليوكسيك. بعد شهرين بتبدا هذه السيلز تتنقل للليفر، يبقى في الحاله دي بنسميها الهيباتيك فيز. يبقى الليفر في الوقت ده بيستضيف عنده الخلايا اللي اسمها الهيموبايتيك ستيم سيل علشان ابدا تصنيع البلد من داخل الليفر، من منصه الليفر. لكن بعد شويه بتتنقل المنصه دي للسبلين والليمفينو. طبعا بيبقى تقريبا معاها في الغالب معاها الليفر لسه شغال، ودي بسميها السبلينيك فيز. طبعا انا عايز اقول لك ان في تداخل جامد ما بين المراحل دي، يعني انا مش بوقف دي وابدا دي، لكن بيبقى في كيرفات ماشيه، ولو احنا شفنا التكست كويس هنلاقي في الكيرفات مرسومه متداخله مع بعضها. طيب رحنا للليمف نود واشتغلنا بالليمف نود شويه على حد الشهر الثاني. بعد الشهر الثاني ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هروح للبون مارو. البون مارو بتاع ايه؟ بتاع كل البونز اللي موجوده في الوقت ده، سواء كانت لونج بون، شورت بون، فلات بون، اي بون فيها بون مارو هتشتغل في تصنيع البلد لحد ما البيبي يتولد. لحد ما البيبي يتولد وبعد الماتيوريتي الاقي البون اللي مصنوع بطريقه الممبرينس اوسيفيكيشن، لو انت فاكر محاضره الممبرينس اوسيفيكيشن، هو بس اللي هيشتغل في تصنيع البلد. علشان كده بنسميه ريد بون مارو. يبقى الريد بون مارو موجود فين؟ موجود في الاكزيال بون، يعني اشوف الاكسس بتاعي كده الاقيه في السكال، في السكال، في الاسترنم، في الكلافيكل، في الريبس، في الفيرتبري، انزل تحت الاقيه في الهيب بونز. طيب هل مش موجود في اللونج بونز؟ موجود في اللونج بونز، في البروكسيمال اند بتاع الفيمر وبتاع الهيومرس. يبقى دي الاماكن اللي الاقي فيها ريد بون مار. امال الاماكن الثانيه اللي كانت شغاله قبل كده في تصنيع البلاد اخبارها ايه دلوقتي؟ لا دي بقت ييلو بون مارو. يعني ايه ييلو بون مارو؟ يعني شلت الهيموبايتيك ستيم سيل وحطيت بدالها فات سيل. الاقي البون مارو بتاعي في الاماكن الثانيه دي خاصه في اللونج بون عباره عن اديبوس كونكتيف تيشو، يعني مخزن للطاقه. عايز اقول لك معلومه بين السطور، ان حوالي 100 مليار كره دم سواء كانت بيضه او حمراء او بلاد بليتلتس بتتكون في جسمك كل يوم. طبعا دي مش اضافه، لكن ده استبدال. استبدال يا اما الخلايا بتاعتها حصل لها ديستراكشن، يا اما حصل لها ابوبتوز، يا اما حصل لها ان انا فقدتها لاي سبب من الاسباب. يبقى تعالوا بقى نعرف الهيموبايسيس. ايه هو الهيموبايسيس؟ هو تكوين خلايا الدم. تكون خلايا الدم من ايه؟ من الخليه الام. هي دي فكره الهيموبايسيس. المراحل بتاعتنا اتكلمنا عليها، الميزوبلاستيك فيز والهيباتيك فيز والسبلينيك فيز، واخر حاجه المايلويد فيز. احنا عندنا نوعين من البون مارو، في الريد بون مارو وفي اليلو بون مارو. اليلو بون مارو ده المخزن للفات، واللي بيحصل بعد الادلتود. ايه اللي هيحصل فيه؟ الريد بون هيتحول الى اديبوز تيشو، لكن ممكن يتحول مره ثانيه ريد بون لو انا احتاجته تحت الظروف القاهره. اما الريد بون مارو اللي هو اوريدي او بالشكل طبيعي موجود عندي فده موجود في الاكزيال بون. لو هتكلم عن الريد بون مارو بالتحديد، هل بيتكون من استروما وبارانكيما؟ الاستروما عباره عن ريتيكولار كونكتيف تيشو ومعاه شويه كونكتيف تيشو، وبعدين البارانكيما عباره عن بلاد سينوسويد والبلاد فورمينج سيل. يبقى دي استروما ودي البارانكيما عباره عن سينوسويد والبلاد فورمينج سيل.
البلاتفورمنج سيل ثلاث حاجات، يا اما هيموبايتيك ستيم سيل، يا اما بروجينيتور سيل، يا اما بريكورسر سيل. ثلاث انواع من السيلز. ادي الخليه الاولانيه اللي ببدا بيها اللي هي الاندفرنشيتد ميزينكامل سيل او بلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل. هنعتبر ان هي خليه واحده. هذه الخليه على طول، ده طبعا بتكلم في الامبريو، هتبدا تتكاثر وتعمل لي كولوني كبيره كده بسميها البلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل. هذه البلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل هترجع تاني تنقسم وتكتر وتكتر وتكتر، وبعدين يحصل لها شويه ديفرنشيشن صغيرين علشان تتحول لايه، برضو ستيم سيل، بسميها ايه، بسميها مالتي بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل. ايه هي يعني الستيم سيل؟ الستيم سيل خليه عندها القدره ان هي تتطور الى اي نوع تاني من الخلايا، لكن اهم ما يميزها ان هي عندها القدره ان هي تحافظ على نفسها في الوجود، يعني ما تختفيش ابدا من الوجود. ده معنى كلمه ستيم سيل. يعني البلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل هتنقسم وتدي المالتي بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل، لكن تفضل عندي في البون مارو لحد نهايه العمر مجموعه من الخلايا اسمها بلوري بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل. يعني نقدر نقول ان الخليه بتنقسم الى الخليه A بتدي A وB. طب وال A وال A راحت فين؟ اختفت. لكن بقى عندي A وB. طب ال A دي لما تنقسم هتدي A وB. طب ال A دي راحت فين؟ اختفت. لكن ادتي A وB. ال B اللي هي المالتي بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل. الستيم سيل عند كده هتتوقف علشان ابدا في خليه ثانيه اسمها البروجينيتور سيل. هذه البروجينيتور سيل عندها القدرة على السيل ديفيجن، لكن ما عندهاش القدرة على ان هي تحافظ على البيوليشن بتاعت. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ طول ما في مصدر جاي لها من فوق وهي موجودة وبتنقسم وتدي خلايا اكتر، طب المصدر اللي فوق انقطع هي كمان هتنقطع. يبقى دي البروجينيتور سيل. البروجينيتور سيل عندها القدرة على السيل ديفيجن، لكن ما عندهاش القدرة على ان هي تحافظ على بقائها، بمعنى ان هي لو فقدت المالتي بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل يبقى هتختفي من الوجود، لكن طول ما في سيل ديفيجن هي بتتكاثر علشان تدي المرحلة اللي بعدها. خلي بالك بدأت اسمي الخلايا، يعني كولوني فورمينج يونت بتاعت التي لمفوسايت، والكولوني فورمينج يونت بتاعت البي لمفوسايت، والكولوني فورمينج يونت بتاعت الميجا كاريوسايت اللي هي هتديني البلاد بليتلز، والكولوني فورمينج يونت بتاعت الجرانيولوسايت والمونوسايت، والكولوني فورمينج يونت بتاعت الاريثروسايت. يعني عندي مجموعه من الكولونيز، كل كولوني بقت متخصصه في تصنيع خلايا معينه. اللي بتصنع التي لمفوسايت ما تقدرش تصنع البي لمفوسايت. عايز اقول لك ان الستيم سيل والبروجينيتور سيل كلها شبه بعضها، لكن بفرق بينها وبعضها بمولوكيولز موجوده على السيل ممبرين، بسميها السي دي او الكلاستر ديفرنشيشن. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تفرق، لكن تحت الميكروسكوب صعب جدا جدا ان انا افرق ما بين الستيم سيل وما بين البروجينيتور سيل. لكن البريكرسر سيل اشوفها تحت اللايت مايكروسكوب، واقدر افرقها تحت اللايت مايكروسكوب، علشان كده مش هنشوفها في السلايد بتاعتنا دي، لكن هنشوفها بالتفصيل بعد كده. زي ما انت شايف كل كولوني فورمينج يونت بتبدا تدخل في مرحله اسمها البريكورسر سيل. هذه البريكورسر سيل هي عباره عن سلسله من السيلز بتنتهي بايه؟ بتنتهي بالاند سيل. يبقى الكولوني اللي مسؤوله عن التي لمفوسايت هتنتهي بايه؟ بالتي لمفوسايت، بس ده لازم يحصل في السكيماس جلاند. اللي مسؤوله عن تصنيع البي لمفوسايت هتنتهي بالبي لمفوسايت. اللي مسؤوله عن تصنيع الميجا كاريوسايت هتنتهي بالبلاد بليت. اللي مسؤوله عن الجرانيولوسايت والمونوسايت الاول هتديني بروجينيتور سيل خاصه بالجرانيولوسايت وبروجينيتور سيل خاصه بالمونوسايت، لكن في النهايه هتديني المونوسايت وكل انواع الجرانيولوسايت. اللي مسؤوله عن الاريثروسايت هتنتهي في الاخر بالار بي سيز، ودي اللي بسميها الماتيور سيل. يبقى اذا الماتيور سيلز بتيجي منين؟ من بريكورسر سيلز. هذه البريكورسر سيلز اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب في البون مار، واقدر احددها واقدر اعرف انواع، لكن دي بتيجي منين؟ بتيجي من خلايا اكبر منها اسمها بروجينيتور سيل. هذه البروجينيتور سيل ما هياش ستيم سيل، ده مرحله وسط ما بين الستيم سيل وما بين البريكورسر سيل. بتتميز بايه؟ بان هي عندها ليميتد سيلف كاباسيتي، يعني ما تقدرش تحافظ على نفسها، لكن محتاجه ريسورس علشان تحافظ على بقائها. في المالتي بوتنشال هيموبايتيك ستيم سيل عندي نوعين، نوع بسميه ليمفويد والنوع الثاني بسميه مايلويد. ليه مركزين على حكايه ليمفويد ومايلويد؟ علشان لما هتكبر شويه وتاخد اللوكيميا
أو في الانتجريشن بتاعنا تبدأ تاخد اللوكيميا، هتعرف إن في عندي لمفاتيك لوكيميا وميالويد لوكيميا. أبقى عارف اللمفاتيك لوكيميا بتنتمي لهذا النوع من السيلز، واللي بتنتهي بإن الليمفوبلاست عندي بتزيد، لكن في الميالويد لوكيميا بتنتمي لهذا النوع من السيلز اللي فيه الميالوبلاست هي اللي بتزيد. الزيادة بتاعت الاتنين بتبقى على حساب الوظيفة الرئيسية للبون مارو اللي هي الار بي سيز والبلاد بليتلتس واللوكوسايت. يبقى دي الهيموبيوتيك ستيم سيل. قلنا في عندنا البلوري بوتنشال وعند المالتي بوتنشال، الاتنين دول ستيم سيل، وقلنا ان الستيم سيل اللي هو المالتي بوتنشال نوعين، في الميالويد وفي الليمفويد. ده الكلام اللي مكتوب في الكتاب بتاعنا. البروجينيتور سيل، وقلنا ان البروجينيتور سيل هاز ايه ليميتد كاباسيتي، دي اللي هي مين البروجينيتور سيل، لكن البريكرسر سيل هاز نو كاباسيتي. يبقى عندي نوعين، في عندي يوني بوتنشال اللي هي قلناهم بتاعت الاريثروسايت والميجا كاريوسايت والبي والتي، لكن دي بتبقى باي بوتنشال، علشان تتحول لبريكرسر سيل لازم الاول تبقى يوني بوتنشال. لما اروح للبريكرسر سيل دي هتشوفها في مراحل مختلفه، في كل سيل لاين هلاقي البريكرسر سيل بتاخد اسامي مختلفه، لكن دي بتطلع من البروجينيتور سيل. هاف نو كاباسيتي فور سيلف رينيوال، دي اول خليه اقدر اتعرف عليها تحت اللايت مايكروسكوب. امال اللي قبل كده كلهم شبه بعض وكلهم شبه الليمفوسايت، وما اقدرش اميزهم بعض غير لو استخدمت سبيشال تكنيك اتعرف فيه على سيرتن بروتينز موجوده على السيلمبرين. قلنا ان هي اسمها سي دي او كلاستر ديفرنشيشن، زي ديفايد، بس زي ديفايد مش يعملوا سيلف رينيوال، زي ديفايد عشان يزودوا السيلز اللي جايه بعد كده علشان يتحولوا لايه، الى ماتيور سيل. هل نقدر ناخد كل خليه لوحدها؟ يعني نشوف الاريثروسايت لما تحصل لها بايسيس بيبقى شكلها ايه، بنسميها الاريثروبايسيس. في الاريثروبايسيس ايه اللي هيحصل؟ انا عايز الخليه الكبيره دي تبقى الخليه الصغيره دي، والخليه اللي النيوكلياس دي تبقى الخليه اللي من غير نيوكلياس دي، والخليه البيزوفيليك دي تبقى الخليه الاسيدوفيليك دي، والخليه اللي فيها سيل اورجانيلز هنا تبقى من غير سيل اورجانيلز هنا. يبقى اذا ما ينفعش يحصل فجاه، لازم يحصل في ستيجز. اهي الستيجز دي هي اللي بسميها البريكرسر سيل. ادي اول خليه، دي ثاني خليه، ثالث خليه، رابع خليه، خمس او مرحله يعني. دي اول مرحله، ثاني مرحله، ثالث مرحله، لحد ما اوصل للماتيور ار بي سيز. دي التشينز اللي هتحصل في الخلايا علشان اوصل في النهايه للار بي سيز. ديفرنت ستيجز او البريكرسر سيل اقدر اشوفها تحت اللايت مايكروسكوب، لكن تعالوا نشوف اول خليه بسميها البرو اريثروبلاست، يعني قبل الاريثروبلاست بيبقى الحجم بتاعها كبير والسيتولازم بتاعنا قليل، لكن لما تتحول الى اريثروبلاست بتعدي بكذا مرحله. المرحله الاوليه بتبقى السيتولازم بتاعي بيزوفيليك، فبسميها بيزوفيليك اريثروبلاست. ليه بيزوفيليك؟ عشان فيه عدد رهيب من الريبوسومز. هذه الريبوسومز بتبقى على امل ان هي تصنع الهيموجلوبين، لكن السيتولازم بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى بيزوفيليك. طب هل دي ممكن اشوفها هنا؟ اهي دي البيزوفيليك اريثروبلاست. البيزوفيليك اريثروبلاست بتبدا تصنع الهيموجلوبين، يبقى انا عندي هيموجلوبين وعندي ريبوسومز، وبالتالي هتبقى بوليكروماتيك، يعني فيها اللون الاحمر زي النيتروفيلك، يعني فيها اللون الاحمر وفيها اللون الازرق. طب هل هي موجوده هنا؟ ادي البوليكروماتيك، شايف فيها حته زرقاء وحته حمراء، حته دي مش النيوكليوس، ده السيتوبلازم. يبقى اذا بسميها بوليكروماتيك سيل. ليه؟ علشان فيها البيزوفيليا وفيها الاسيدوفيليا. اللي بعد كده الخليه بتتطور تتحول الى ايه؟ الى اورثو كروماتيك. اورثو يعني حقيقي، ده اللون اللي انا بدور عليه، اورثو زوكس، بسميها نورموبلاست. الديامتر بتاعي بيقل، طبعا انا عندي كل ده الديامتر بتاعي بيقل، بتبقى سمول واكسنتريك والنيوكليس يعني، وبعدين تبدا تبقى دارك. ليه؟ عشان هي هتختفي، الخليه هتطردها لبره، لكن السيتوبلازم بتاعه يبقى اسيدوفيليك. ليه؟ لان بقى الريبوسومز صنعت الهيموجلوبين وبدات تختفي، فبدا الهيموجلوبين يبقى بريدوميننت في السيتولازم، فبقى السيتولازم بتاعي اسيدوفيليك، لكن ما يزال موجود كلاستر زمان الريبوسومز. الريتيكولوسايت، الريتيكولوسايت دي غير التيكولار سيل بتاعت الكونكتيف تيشو. الريتيكولوسايت دي بيبقى الدايمتر بتاعها صغير وبتبقى نان نيوكليتر، في شبه نيوكليس، لكن فيها بقايا الريبوسومز، ممكن تظهر في السيركيوليشن، بيبقى عندي حوالي من 0.2 من السيلز موجودين في السيركيوليشن، يعني بتسيب البون مارو وتهرب تجري على مستعجله يعني قبل ما تتحول الى ماتيور سيل تهرب على السيركيوليشن. هل موجوده هنا الريتيكولوسايت؟ لا، مش موجوده هنا الريتيكولوسايت. ده بالنسبه للاريثروبايسيس. طب بالنسبه بقى لتصنيع اللوكوسايتس اللي هي كرات الدم البيض، تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. نفس الكلام، الميلوبلاست بدل اريثروبلاست هتبقى ميلوبلاست، هتتحول الى ميلوسايت. الميلوسايت هتتحول الى ايه؟ الى ميتا ميلوسايت. يبقى انا عندي في ميلوسايت قبلها برو بعدها ميتا،
وبعدين في الاخر خالص تنتهي بباند سيل اللي تساوي الريتيكولار سيل في الار بي سيز. هذه الباند سيل برضو ممكن تظهر من 0.2 في السيركيوليشن، ممكن توصل ل 3% في السيرك في النورمال سيركيوليشن. لما تزيد يبقى بنسميها شيفت وليفت، ودي حكايه ثانيه. لكن الباند سيل بتبان فين؟ في السيركيوليشن. ده بالنسبه للجرانيولار ليكوسايت. بالنسبه للمونوسايت، عند مونو بلاست بتتحول الى مونوسايت. وبالنسبه للبلاد بليتلتس، خليه اسمها ميجا كاريوبلاست، هتدي الميجا كاريوسايت اللي هتنتهي بالبلاد بليت. الليمفوبلاست هتتحول الى ليمفوسايت، ودي عرفناها بسهوله. لكن في فرق ما بين البي وما بين التي، هنشوفها بالتفصيل في البي دي اف. عايز اقول لك بس ان الريتيكولوسايت ريليزد انتو ذا سيركيوليشن، ممكن اشوفها في السيركيوليشن اهي، وده بلاد فيلم باين فيه الريتيكولوسايت في السيركيوليشن، وده طبعا منتج لنا في الاس. لو اتكلمنا عن الريجوليشن اوف ذا هيموبايس، عندي فاكتورز كتيره بتظبط لي الهيموبايسيز. اشهر مثال عندنا هو الاريثروبايسيز، كنترول بايه؟ بالاريثروبايوتين اللي بيطلع منين؟ من الرينال تيشو. يبقى بيتصنع فين؟ بيتصنع في الكيدني. اللوكوبايسيز طبعا في عندي انترلوكينز، دي فاكتورز كتيره جدا بتطلع من اللوكوسايتس ومن الدامج تيشو، ومن كلها بتروح على البون مارو تو انيشيت او تو ستيموليت الجرانيولوبايسيز او اللوكوبايسيز. الريجوليشن اوف ثرومبوبايسيز استيموليتد بالثرومبوبايوتين اللي هيؤدي الى تكوين البلاد بليتلتس. تيجي نلخص المحاضره. الاريثروسايت يونيك في الشغل بتاعه. الحاجه الثانيه، هلاحظ ان كل الجرانيولوبايسيز زي بعضها، لكن تعالى كده نشوف ان الخلايا دي كلها بيبان لها اثر في السيركيوليشن. في ملحوظه ثانيه، وجود اكتر من نوع من البروجينيتور سيل في الخلايا اللي هي اكثر اهمية او اكثر احتياجي ليها او محتاج لها اكتر من الباقي في السيركوليشن. ده سؤال اسبي طبعا، دي هي ده الاجابة. في النهاية بشكركم جدا جدا، وان شاء الله نتقابل مع شابتر جديد في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.